الحلقة دي ممكن تهم كل واحد عمل عملية تكميم أو تحويل مسار سواء جراحية أو غير جراحية عشان يفقد وزن ويعالج نفسه من السمنة المفرطة. من أهم الآثار الجانبية اللي ممكن بعد العمليات دي الجراحية خصوصا منها يجي حاجة اسمها دامبينج سيندروم. الدامبينج سيندروم دي عبارة عن متلازمة دامبينج يعني حاجة بتترمي في الجهاز الهضمي أو المعدة أو القولون بتاعنا بسرعة كأكل أو كمية. ممكن أعراضها تبقى خفقان في القلب، عرق، تعب، أنا عايز أنام، أنا جالي إسهال، أنا عندي ألم في بطني. كل الكلام ده ممكن يجي بعد اي وجبة تخش جسمنا. من اهم الحاجات انك تتابع مع دكتور التغذية العلاجية بتاعك اللي مسؤول عنك بعد العمليات الجراحية دي عشان تقلل من ظهور هذه المتلازمة ومن هذه الاعراض، لان ممكن تؤثر على حياة المريض ويجيله جفاف منها او تعب في حالة الصيام واحنا عاملين عمليات تكميم او تحويل مسار. كمية الاكل داخل جسمك ونوعه هتأثر جدا وتخلي نتائج العملية دي فعالة، تفقد وزن في سلام وفي امان وبصحة كويسة من غير اي اثار جانبية او مضاعفات.